كما أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أعلن بدء المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام، وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية هو 324 درجة والأدبية 290 درجة. هتبدأ المرحلة الثانية بإذن الله يوم الثلاث القادم 25/7 من العدد الطلاب أو الحد الأدنى للطلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية 324 درجة بنسبة 79%، وتستوعب عدد 112 ألف طالب واحد. أما الشعبة الأدبية ستبدأ من 290 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.7% لاستيعاب 41,226 طالب، ليصبح إجمالي المرحلة الثانية 153,227.